سؤال ما ان سبقتيني يا رانيا. رانيا البروديوسر بتاعتنا فضيلة الشيخ بتسأل احنا ليه بنصوم يوم عرفة. هو احنا المفروض ما بنصومش يوم عرفة بس، احنا بنصوم 9 ايام ذي الحجة، التسع دول ليه؟ لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من عمل اعظم في هذه الايام من العمل الصالح. فواحد قاعد بيسمعه قال له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ حتى الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عشان كده حضرة النبي ادانا بقى النهاردة اليوم المعلوم اللي هو الجايزة، اللي هو يكفر سنة ماضية وسنة آتية. يعني النهاردة كل واحد لما هيجي يفطر ربنا سبحانه وتعالى هيمحله ذنوب سنة فاتت وذنوب سنة جاية. بس خلي بالكم الذنوب دي اللي هتمحى ايه علاقتها؟ علاقتها بحق الله، يعني بصلاة، يعني بصوم، يعني بزكاة، في اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك، مش في اللي انت قصرت فيه مع شخص في الدنيا. يعني حقوق ظلمت العباد بقى او حقوق كلت العباد حق ما فيهاش. عشان كده النهاردة في عرفات حضرة النبي وقف على جبل الرحمات وهو بيقول خطبة الوداع وقال كلمتين جمل قوي يا ريت كل واحد فينا دايما يقوله. كان قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه عالم ان النهارده عيد، على فكره النهارده عيد احسن من عيد الفطر واحسن من عيد الاضحى. اليهود حسدتنا على اليوم ده، قالوا لعبد الله بن عباس ان عندكم في القران ايه لو نزلت علينا لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا، اللي هي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا الموقف اللي هو عرفة حجة الوداع آخر العهد بهذا الجمع الكبير قال لهم إيه؟ أيها الناس، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتم، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد. فالصحابة قاعدين يسمعوا مين يقدر يرد على النبي؟ مين يقدر يقول له أنا ليه حق عندك يا رسول الله؟ فالنبي قرأ ده في عينيهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا، اللي بيحبني يقوم يتكلم يقول. ليه؟ أتريدون أن تقتصوا من نبيكم بين يدي ربكم؟ فأم صحابي اغتنم الفرصة على طول اللي هو سيدنا سواد وقالوا يا رسول الله في مرة كنت بتنظم الصفوف وحضرتك ضربتني كده. قال له طب اضربني. قال له لا، انا كنت عارض ظهري والبطن يا رسول الله. قال له طيب. فكشف رسول الله عن ظهري فراح سيدنا سواد على طول ام قالع وكشف عن بطني وام احتضر رسول الله. قال له ليه؟ قال علمت انه اخر العهد بك فاردت ان يمس جسدي جسدك حتى يحرم الله جسدي على النار.